انا تجرمل ضرب الله هذه هذه الكاو تجرميله. ونحن ونحن مرتاحين تجرمل يا اخي، احنا مرتاحين في الحياه احنا. انا ما خسرت حق الوقت اصلا بخير الحمد لله ناضي الوقت غادي هي هذه كل شيء مقاد كل شيء مقاد راسك. انا غوت حداك شكون هذاك؟ انا غير كنطلق انا واحد الاوديو نمشي نجي ندير الغوات انا هنا كنقطع الاخر. اوكي ايوا كيفك الخمر؟ الله يلا ناضي والله. هذيك الليله هذيك الليله كنت داير واحد اللايف وسكرت وبقى اللايف مطلوق وطحت وهرست التليفون واحد الروينه واحد الليله تاع الصباح ارونتها عاد دابا لا حول ولا قوه الا بالله. قوتها اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم السفهاء قودوا. انه انها الحياه. قوتها كذلك يا اخواني انه الخمر وسنذهب الى جهنم. اعمل معي تشنشن مره اخرى. تشنشن يا اخي اشرب معك الركه. لا 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 نفعل في هذه الحياه شيئا سوف ندمر اجسامنا ونذهب الى جهنم. والقحام. قضية القضية ونذهب الى جهنم يا اخواتي. عاد باش جهنم يكونوا في هذوك الناس اللي في شكاره عليك يكونوا. انني احب جميع الاصدقاء. شوف الدراري راه بلوكاو لي اللايف ديالي، بلوكاو لي اللايف ديال انستغرام، ما قدرتش ندير لكم اللايف غالب الله. دابا انا كاين غير في التيك توك، ما قدرتش ندير لكم اللايف في انستغرام حتى لو 10 مارس و دوزيام كونط حتى لو 26 اف. واش واش حيدوا لك لايف انستغرام ولا كيفاش طرالك؟ بلوكاو لي الكونط انستغرام، بلوكاو لي الكونت تاني. واش انا واش نقدر نهضر في السياسه هنا في اللايف ديالك ولا لا؟ هضر خذ راحتك انا ما عنديش مشكل انا. واش انا اللي درت لكم اللي ديت لكم المستقبل؟ واش انا اللي خليتكم بلا خدمه باش سينياليو لي الكونت؟ واش كي سينيالي؟ واش انا اللي صفرت لكم الثروات ديال البلاد باش سينياليوني؟ هادو اللي كيسيني واش انا اللي خرجت مع المليون المغربي كيقلب على خدمه في دبي وقطر والامارات؟ هلا هادو اللي كيسيني لي هادو هادو خصهم شي حمله ديال انا الامارات فيها قطر. سمحوا لي راه الامارات سبعه. شحال اليوم الامارات سبعه؟ والله يا ما عرف انت استاذ زعما. هذا استاذ كسول. واش انا اللي كنخسر الماء في الكازون في القصوره ديالي والفيلا ديالي؟ واش انا اللي كنعطيكم 40000 ريال تخدموا شهر في تماره؟ اجاوبوا جاوبوا. واش انا اللي غليت لكم المعيشه في المغرب وغاليه على اسبانيا؟ تمشي لاسبانيا رخيصه على المغرب والصالير ديال اسبانيا لا اله الا الله بكثيرا على المغرب. وكتجيو انا ملي كنسب لكم هاد ولاد الفاسقات كتسيري على ولي اللايف دير شي تشينشين غادي نجي غادي صوتو عليهم دير شي تشينشين غادي نجهنم غادي نجهنم داع داع سيتي اشكو سيني عليهم لي باج ديال دوك الزوام اللي صوتو عليهم ما داروا تقلوا هادوك هما اللي سيني عليهم غنشي ولد القحبه مازال سيني علينا الكونت ديالي غادي نشرش مع عليه غادي نفزقها ليه بلوكوتو ليا لكم اشنو درت لكم انا كنسب لكم هذوك اللي كياكلوكم تما اللي خرجوا عليكم اللي ما خلوش لكم لا خدمه لا ردمه لا صالح لا حياه لا مستقبل وكتجيو عندي اشنو بادر كيسب المالي بادر كيسب الدوله بادر ورانا كندافع عليكم وكندافع على الحقوق تاع الوالدين ديالي والفاميلا ديالي مقود عليهم في البلاد ورا سير بغيت نعاود شنو داروا لي هاد الوزاره مقود عليهم راه كنت كنعاود للدراري الفاميلا ديالي في الاطلس مقودة عليهم انا عندي فاش كيطيح الثلج عرفتي كيطيح الثلج انا ما بغيتش نسب في اللايف ديالك والله العظيم ما بغيتش نسب في اللايف ديالك حتى تجبد المشاكل عاد باقي في ديك البلاد ديال الديكتاتورية واي راه واحلين هنا خلاها راه كنحاول ما نسبش في اللايف ديالك حيت البلاد ديالنا بلاد ديكتاتورية فهمتي تهضر
يقول لك لا راه غنديوك للحبس، كديوك للحبس راه ماشي كديوك للحبس، راه عندي العائله كيطيحوا عليك تهم ماشي راه انت علاش غادي للحبس كتسب الدوله، ولكن هما ما غاديش يدوك راه كتسب الدوله باش ما يبينوش باغي يشدوني غير سكران انا عندو فين يشدوني انا دابا سكران انا عندي العائله ديالي انا العائله ديالي اطلع لا مقاولين السوا مقاولين السوا ما غادي لا للجنه لا للمغرب يلاه دير تشين 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 كاع ما غادي انا عندي العائله ديالي في الاطلس انا في ادغار اطلس فاش كيطيح الثلج كتوقف الحركه وصافي انا عندي العائله ديالي مقوده في الاطلس وعندي واحد الميساج دوك كيديروا لك الحملات ديال التبرع الله يحرق دينكم في النار هذا دوك كتديو 40000 ريال وكتبقاو تصوروا على الدراري ديالنا في الاطلس ما كيبقى فيا الحال بزاف راه دابا نسولك واحد الحاجه دابا الناس الاطلس بغاو الطريق الناس اللي داروا ديك الحمله ديال الريان وانا ما درتش لا ستوري لا والو ريان الله يرحمه انا ما درت لا ستوري لا والو ما هضرتش على ريان انا لحقاش راه ريان راه ماشي غير هو اللي كاين في المغرب كون كان المشكل غير في ريان انا سيدي نبيع الدار عندي هذه والله حتى نعتها لي ونكري ولكن راه عندنا المئات الالاف تاع ريان مقود عليهم في الجبال حتى واحد ما هضر عليهم كاين كاين ريانات المئات الالاف ديال ريان وريانات كاينين في البلاد مقوده عليهم شكون اللي كيهضر عليهم ها الناس كيموتوا بالبرد والثلج ما عندهمش باقي الناس كيبزقوا بالحمار كاين كاين دابا العائله ديالي نديك دابا العائله ديالي في هذه اللحظه ديال راه كيمشي يسقي في الليل ودابا راه مع الشمه كطيح صرا ولا دابا تما الجفاف راه ما الناس ماشي يشربوا وراه كيشربوا الماء فيه الحجر وفيه التراب وهذا شوف انا هذوك اللي كيقولوا الا جيتي للمغرب طلع فيك القرعه وجيبوا لي كروش ديال 1960 كروش عقلت على كروش قول لهم الا شدوني يجيبوا لي كروش لا سيغون يجيبوا لا سيغون لا سيغون الا شديتونا جيو تدخلوا فيا لا سيغون ولا كروش والله يعني على الوصيله الدين باباكم الكلب يا ولاد الفسيقات يا ولاد المارجات انا رشوا على البلاد شفرتوا الثروات البلاد شفرتوا ما خليتوا لومبيلونس تجي في الوقت ما عندكم لا ما درتوا لا سبيطار ما درتوا تقل وعايشين في الرفاهيه في الفيلات ديالكم انتم والعائلات ديالكم كتقراو الوالدين ديالكم والولادات ديالكم في امريكان وكندا والانجليز والناس كيموتوا بالجوع العائلات ديالنا سديتوا عليهم الحدود عامين وانا ما بقاتش ليا التقلوه في الصالير عامين ما بقاتش ليا التقلوه في الصالير ديالي علاش الدوله سدات ما دارتش حتى شي صالير صغير الناس اللي خدامين مع السياحه الناس اللي ما عندهمش الخدمه ما عندهم لا مدخول لا حتى شي حاجه سدين كلشي ولاد القحال وعايشين في الرفاهيه ما عندهمش السوق وحنايا كنخدموا في برا عامين ما بقى كاينش ليا الطاق حلوه كان نصيفط لهذا نصيفط لهذا نصيفط لهذا قود علينا ما كاينش اللي كيفكر في الجاليه كتفكروا في الجاليه غير في العمله الصعبه ولا اش كتقولوا لي غير كتدخل للبلاد يعني كتدخل للبلاد انا راه ما ندخلش للبلاد هذيك البلاد كنت كنقول لا هو غير عارف لك واحد الحاجه انا كنت كندخل للبلاد كنت كندخل خمسة هاد المرات في العام خمسة هاد المرات كندخل للبلاد في العام وليت ما بقاش كنمشي علاش ماشي ما كنحملش البلاد ديالي البلاد ديالي كنموت عليها ولكن فيها اولاد القحاف اكثر اولاد القحاف في البلاد انا الله يعطيهم العذاب فضل النار هذا العذاب اخر مره اولاد القحبات مشيت اخر مره في 2018 للمغرب هذه غير واحد الحاجه ماشي وقعوا لي بزاف د الحوايج اخر مره دخلت لطنجه بالطوموبيل جيت خمسه ديال الدوال ما حبس لي حتى واحد ديك الساعه مازال ما كاين لا كورونا لا والو ما كاين لا الديوانه لا البوليس جيت للمغرب بالطوموبيل دخلت لطنجه حبسوني بوحدي في الطوموبيل جيت كنجري عيطت للخوادري انا جاي لكازا غنتعشى معاك بقيت كنجري في الطريق باش نوصل في الوقت وصلت لطنجه حبسوني ما حبساتني حتى شي دوله الدنمارك السويد الدنمارك لاما بلجيك فرنسا اسبانيا حتى واحد ما هضر معايا طنجة البلاد ديالي ديال ولاد الفسيقات حبسوني ولاد القحبات وقالوا لي فين غادي ولد القحبه غادي للبلاد غادي عند امي طنجة وقلت لها شنو قال لك اخويا راه الطوموبيله اللي دخلتي في 2016
ولا 2017 راه باقا في المغرب. قلت لها انت راه الطوموبيله اللي دخلت فيها في 2017 راه خرجت من سكته. قال لي لا الطوموبيله ديالك باقا ما خرجتيهاش. قلت له هضر مع سكته. عيط ليهم واش عندكم شي كونتاكت مع الديوانه ديال سكته؟ قال لي لا ما عندناش. قلت له واش هو المعمول؟ قال لي غير تخوي الطوموبيله ديالك سير خد الطاكسي دوز لي فاكونس ديالك ورجع وهزها ولا تسنى الباطو ديال غدا ورجع. الله ينال الوصيله الدين باباكم اولاد القحال. الله ينال الرابطه. الله ينال الرابطه الرابطه والوصيله. غنشتكم راه ما بغيتش نزب في اللايف ديالك كنحترمك والله ما بغيتش. الله ينال الرابطه. شوف البلاد مقوده عليها وبنات مقوده عليه وكل شيء مقوده عليه. تحيه للقحام وتحيه للدراري.